ما توقعتك تتصرفي بهالشكل. شو بدي أعمل حضرة النائب؟ خطفوا لي ابني وقهروني. بس تصرفاتك غير قانونية، بتعرفي ممنوع التدخل بقضية نائب تاني. أنا أقلتك من المنصب ورح أفتح بحقك تحقيق فوري. حضرتك هددتي عناصر الشرطة، وطبعا هذا الشيء مرفوض قانونيا وأخلاقيا كمان. لو سمحتي بكرة بدك تكوني مسلمة المكتب تبعك. طلعي بتقلي له يقعد بالبيت وما يطلع لبرا ابدا، ماشي؟ ايه لميس، ليكو قاعد هون ما تاكلي هم، احمد حل المشكله وما عم يخليه يتحرك بالمره. لسه ما شفت شيء. اصلا ما بيهمني. اسكتوا. لا انا بدي امشي، انتبهي عليه منيح. ايه ما تاكلها. يلا بلسه. لميس شو صار معكم؟ استلمتوا المكانات؟ ايه قبل شوي استلمناهم، رح نركبهم ونرجع على البيت. قربها شوي. ها يلا برجع بحكيك. طلعي. اهلين. اهلا وسهلا. قربها شوي. اهلين فيكي. امورنا تمام وسوكي المكانات؟ ايه كله تمام. امتى بتخلص الطلبيه؟ خلال هذا الاسبوع بتاخذها، واول ما تجهز انا رح خبرك دغري. منيح، معناها خلينا نوقع العقد. ثواني بس اطلع القلم. هي صارت جاهزه. تمام. اذا بدك بنبعث نسخه لمحاميكي. بجوز وكل محامي اليوم. طيب لازم شوف المحاسب ليعطيني فاتورة نظامية. بصراحة كنا نتعامل مع محاسب المحامي القديم، بس من فترة اختلفنا معه، وأنا هلأ عم أدور على واحد جديد، وبس لاقي بأمن لك الفاتورة. أنت لا تأكل هم. المكانات غاليين كتير وأنا أمنتك فيهم، بس بصراحة خوفتيني. ولشو الخوف؟ هاي الأمور بتصير كتير عادي. طول بالك علينا بس شوي لحتى نوقف على رجلينا، ولا تخاف مني. هذا كارت المحاسب اللي بيشتغل معه أنا، فيك تتعاملي معه. ما بنصحك تتركي أموال شركتك مع محاسب ما بتوثقي فيه. طيب شكرا كثير لألك. طبعا أنا رح أتواصل معه فوري. تفضل. شكرا، بعدين بشوفك. والألم. بالتوفيق. مشكور. شفت شلون الله فرج علينا؟ مبسوطة ما هيك؟ الحمد لله، بس الشغل تغير، رح نشتغل بسعر قليل لحتى نمشي الأمور. وقت كنا نشتغل مع السيد منصور كان السعر أحسن. أيوة إذا يعني المهم شغل. بدي أخبر البنت. شو بيقصد بخطف الولد؟ واحد مجنون وأنا ما بقى فيني أتحمله. ما بصير. شوفي لوين وصلتك عصبيتك، خلتك تخسري شغلك. خففي التوتر شوي، لأنه التوتر خلاكي تتورطي. قيمي من بالك سامح ولميس، خلصنا. في مجال توفر نصائحك؟ لأنه أنا ما رح اقتنع فيهم. الشغلة الوحيدة يلي بدي فكر فيها بهاللحظة هي الانتقام من سامح ولميس. أنت بتعرفي شو يعني تخسري شغلك؟ أنا ما وكلتك على قضيتي لتتدخل بخصوصياتي. نرجع لموضوعنا. ممكن تهدي شوي لحتى نعرف نحكي؟ مدام نهال، أنت اجيتي لعندي لحتى نتعاون، مزبوط؟ وبصراحة تفاجأت بطريقتك وأسلوب تعاملك. طيب ما في بالعادة اتوتر وعصب لهالدرجة. شو بدي أعمل؟ بكل الأحوال أنا ما عم فكر استمر بالعيشة هون، ولهيك موضوع الشغل ما بقى يهمني مثل الأول. أساساً تجربتي مع سامح غيرت فيني كتير أمور. أنا ما توقعته ندل هالقد ويخطف ابني مني. بتصور خبرتك من قبل إنه هالشخص كتير لئيم، وبتصور إنه البنت يلي معه عم تلعب دور كبير. أنا متأكدة إنه من مصلحتها إنه زوجي يكرهني ويحقد علي. لا، ما بتصور تكون هيك. مو على أساس هي استغلتك لحتى تجنن سامح وتخدعه وبعدين استغنت عنك؟ نسيت شو عملت فيك؟ نسيت شلون جننتك وخلتك تحاكي حالك وتتخانق مع الناس على أتفه سبب؟ يعني هي نجحت ونزلت من مستواك. نعم، ممتاز، أنا بتشكرك. خلينا على تواصل إذا بتسمح. شو الموضوع؟ عصفورة صغيرة فاتت على القفص.
وما بقي علينا إلا نسكر باب القفص عليها. وهلأ بدي وقع على أوراق الطلاق وأخلص من هالقصة. آن الأوان ليرجع ابني المخطوف. وصل الأوراق لمحامي سامح، ماشي؟ أوكي، بأقرب وقت. تمام، وهلأ بدي روح جهز حالي مشان ابني. نهارك سعيد سيد سليم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.